هذا مسجد الإمام الشافعي بني في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أكثر من 1400 سنة، وعند ترميم المسجد قبل حوالي 6 سنوات وجدوا تحت هذا المسجد مسجد آخر، يعني هذا المسجد مبني على أنقاض مسجد أقدم منه، وموجود قطعة تركوها وزارة الثقافة، قطعة زجاجية فوق المحراب السابق، يعني تفتحها تشوف المحراب الأصلي. هذه المنارة على الطراز، مبنيه على الطراز المملوكي، بنيت بعد بناء المسجد ب500 عام، يعني المنارة هذه عمرها 900 سنة. جميع هذه البيوت مبنية من الحجر المنقبي، الحجر المنقبي ده يستخرج من البحر ثم يستخدم في بناء البيوت. البيوت كلها فيها الشبابيك هذه التي تسمى الرواشين، مهمة في البيوت. أولا تخفف الأحمال عن الجدران لأن هي خشب خفيف يعتبر مقارنة بالحجر. ثانيا تساعد على دوران الهواء في البيت. ثالثا هي سترة لأهل البيت. هذا المكان يسمى المركز وجمعه المراكز، في الساحات الصغيرة مركز يتجمع فيه أهل الحي، يبدأوا من بعد صلاة العصر يشربوا الشاي، في مشكلة يحلوها، في خلاف بين الجيران يحلوه. حارة الشام وبقية الحارات فيها شيء يسمى الرباط أو الأربطة، والرباط هذا سكن خيري للسيدات يعني المحتاجات. هذا الآن أكاديمية جدة للفنون. كان يوجد بها جميع القنصليات والسفارات. الشبابيك الخضراء. الشبابيك الخضراء هذه السفارة الأمريكية. البيت هذا بيت المتبولي، بيت الأسرة اللي أنا أتشرف بالانتماء له. عمر البيت هذا حوالي 420 سنة، قريب شوية كده.